تردد قناة وناسة للأطفال وناسة تي في لمشاهدة وسماع أحدث أغاني لولو. تردد قناة وناسة للأطفال من الترددات التي تزايد عليها البحث بسبب نجاح قناة وناسة في تقديم العديد من الأغاني المخصصة للأطفال الصغار، كما يمكن تنزيل تلك التردد الجديد على القمر الصناعي نيمسات والقمر الصناعي عرب سات لمشاهدة جميع أغاني لولو الجديدة التي قد نالت إعجاب الكثير من الأطفال في وطننا العربي، كما يمكن مشاهدة تلك الأغاني المخصصة لهم على مدار اليوم بدون دفع اشتراك في الشهر، كما يمكن مشاهدة قناة وناسة كيدز في حالة تنزيل القناة على الريسفر. لذا سوف نوضح للجميع تردد قناة وناسة لمشاهدة تلك الأغاني بجودة عالية صوت وصورة. تردد قناة وناسة وناسة تي في 2024. قناة وناسة تقدم محتوى يسعد قلب الأطفال من خلال توفير لهم العديد من الأغاني والأناشيد الجديدة التي يبحث عنها الكثير من الأطفال في وطننا العربي، كما يمكن مشاهدة قناة وناسة على أقمار صناعية مختلقة بدون تشفير. لذلك يبحث الكثير على قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي لمشاهدة جميع الأغاني التي تنزل جديدة. لذلك سوف نذكر لكم التردد لمشاهدة القناة الفضائية ومتابعة جميع الأغاني الجديدة التي يبحث عنها الأطفال لمشاهدتها على مدار 24 ساعة. احدث تردد قناة وناسة 2024 للأطفال على القمر الصناعي نايلسات. القمر الصناعي نايلسات. تردد قناة وناسة 11470. الاستقطاب عمودي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 أسداس. الجودة على القناة SD. نقطة تردد قناة وناسة للأطفال 2024 على القمر الصناعي عرب سات. القمر الصناعي عرب سات. تردد قناة وناسة 11270. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 3/4. الجودة على القناة HD.